انا منهاره جدا وحاسه ليه؟ ان انا بدات اتحول لمريضه نفسيا. يعني ليه؟ كل اللي حواليا وصل لمرحله ان هو انا متجوزه بقالي 4 سنين وعندي بنوته عندها 3 سنين. مش عارفه، يعني حاسه ان خلاص زوجي، يعني من اول يوم وهو داخل متسيستم على فكره ان هو مش عايز يبقى زي ازواج اخواته. هم ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك لهم يا رب. بيحبوا زوجاتهم جدا، وهو ولد وحيد، هو بيشوف هما بيعملوا ايه وبيعمل عكس. مين اللي كل دخل ما في دماغه يحبوا ان انت المفروض تكون زي اجواز اخواتي البنات؟ مين اللي دخل في دماغه؟ مبدئيا مفيش حاجه ما بيقولهاش لوالدته، كل حاجه بالتفصيل، لدرجه ان هو خلاص مفيش حاجه بيجي يتكلم فيها معايا، مفيش حاجه بيحكي فيها معايا. اكتشفت بعد الجواز على طول، بعد الجواز بشهر، ان هو بيخوني، ومش مع واحده، مع كتير جدا. وما اعرفش اصلا ان الوضع، استحملت سنه واثنين ودخلنا في مشاكل وحوارات وناس، يعني كل الحلقات اللي حضرتك قلتيها وكل الحاجات اللي انا سمعتها عن الخيانه جربناها انا واهلي وكلنا. يعني في حاجه تتغير اتكلم بالراحه، مفيش، اتكلم بهدوء، اقنعه. طب اعمل ايه عشان الحال اللي احنا فيه ده يتغير؟ مفيش. وصلنا لمرحله ان هو خلاص بدا يشكك، يعني يوصل لمرحله يقول لي انت واحده بقيتي مريضه نفسيا. يعيب عن اي حاجه، يتلكك في اي حاجه عشان يبقى ليه مبرر ان هو يعمل كده. قلت له طب انا عايزه افهم انت بتعمل كده ليه؟ قال لي بصي انا لما بعمل كده وانت كويسه ومفيش حاجه بحس بشويه تانيب ضمير، اما لما بنتخانق مع بعض او بيحصل حاجه وبعمل كده بعمل كده وانا يعني ايه حاسس ان طب ده كلام في يعني. ده كلام في الهوا، اي كلام، ده كلام، اي كلام، تبرير غير منطقي وغير عقلاني واي حاجه وخلاص بتتقال. سؤالك ليا ايه تحديدا يا ام سلمى؟ انا دلوقتي بقالي يعني في بيت اهلي بقالي 3 شهور، ومفروض ان احنا واقفين على الطلاق بسبب الموضوع ده، الخيانه. وانا صراحه الخيانه، وان هو لو احنا انا اسف حقك عليا وتمام، ونصحى الصبح نتلكك، يعني نتلكك باي حاجه ثانيه. شويه انت شكلك وحش، انت مش عارفه ايه ده، لو ده مظبوط نشوف حاجه ثانيه مش مظبوطه. المهم انت مش يعني اي سبب انك تستاهلي ان انا اخونك، يعني بمعنى اصح. لا طبعا، اتكلمت بالدين، اتكلمت باهلي، اتكلموا معاه، ما فيش. والدته انا مش عارفه اعمل ايه عشان تحبني، هي حاسه ان انا جيت خدته منها. يا اختي تاخد ايه، ما على واخده حريم كتير اهو، ما تقولي لها اهله. طب يعرفوا موضوع الخيانات والكلام ده، دخلتيهم ولا لا؟ وصلت لمرحله ان هي معلش يا بنتي وحقك علينا دلوقتي، ده ابني وشوفي انت مقصره في ايه عشان هو لو انا تقصيري يبقى سبب ان هو يخون الله عز وجل قبل ما يخوني؟ ده كلام فاضي. معلش، ردود صعبه. وصراحه انا نفسيتي ما بقتش، يعني ممكن اقعد في بيت اهلي 3 4 شهور وهم ما يتصلوش ولا يسالوا ولا يتكلموا. لا ما هو غلط برضو، قعدك في بيت اهلك الكلام ده 4 شهور، ما ده برضو مش حل. هو يا دكتور رجعوا، يعني كل ما ترجع كل ما نرجع بمشكله اكبر. وصلنا لمرحله هو بقى يمد ايده، يعني حضرتك متخيله ان احنا وصلنا لمرحله ان يمد ايده عليا عشان ما بغلطش فيه او ما بردش عليه لما بيستفزني. الناس في القعده قالوا له يعني في واحد بيضرب مراته عشان ما تردش عليه؟ ده بانهي منطق وانهي عقل؟ يقول ترد عليا وتغلط فيا بس ترد عليا. الله، دلوقتي لما وصلت لمرحله ان انا بقيت برد، انت واحده قليله الادب ومش متربيه واهلك مش عارف يربوك. طيب انت عايزه ايه دلوقتي؟ صراحه وصلت لمرحله انا اصلا مش عارفه اعمل ايه، يعني كل اللي حواليا وصل لمرحله يقول لي انت مش عندك كرامه. ان فكره ان هو يعمل فيكي كل ده وترجعي وتسامحيني، يعني انت واخده قرار بالانفصال ولا لا يا ام سلمى؟ صراحه انا مش عارفه اعمل ايه. انا يعني انا مش عارفه، انا واخده قرار وفي نفس الوقت مش عايزه اتطلق، وفي نفس الوقت مش عايزه اكمل. يعني طيب صراحة أنا مش عارفة أعمل إيه. طيب بصوا يا جماعة، طب اسمعين يا أم سلمى، في حاجتين. أنا طبعا يعني أنتوا عارفين اتجاهي، إن أنا يعني قبل مرحلة الطلاق ما بقولش أصلا طلاق، وقبل مرحلة الطلاق دي بتبقى في كذا حاجة كده قبل الأمر، لأن مش سهل القرار وله عواقب كتير. ولما تبقى تقول لك أنا بنضرب، هو أنا بتخان، أنا بيتقال عليا كذا، أنا مقصرة، أنا بتبهدل، أنا بيسيبني يقول لي ويبرر لي الخيانة مش عارفة الشكل إزاي، وأمه وأهله وكل الكلام ده، طيب إيه الحل هتخلصي من الكلام ده؟ لا أنا مش عايزة أتطلق، أو أنا خايفة أخد القرار ده. أنا عايزة أقول لكم، أنت خايفة أو أنت مش عايزة تاخدي القرار أو الكلام ده، في حفظ النفس من الضرورات الخمس. يعني إيه حفظ النفس والدين والعرض؟ يعني ان انا احافظ على نفسيتي بحيث تبقى نفسيتي مؤهله ان انا اعرف اعيش واربي بنتي واعرف اصلي لله عز وجل. لكن لو الامر ده جاي بضرر عليا، ليه اعيش حياه فيها اهانه ومهانه وخيانه واذا كان عاجبك؟
بينتقد كل شيء، لكن انا يعني مش عايز ابقى زي جواز اخواتي. الكلام الاولاني دي اوعى يكون المقارنات هي اللي خلته يطلع كده، يعني لا انت لازم تكون زي جوز اخت الفلاني. لا، مين اللي قال كده؟ هو يكون نفسه، هو يكون حاله، ما بقاش زي حد. الحاجه الوحيده اللي يبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى محمدي في التصرفات وفي الاخلاق. لكن الناس ممكن، لكن المقارنات تعمل، خصوصا عديله كمان، ده مش صح. لكن كل اللي انت بتقولي ده، انت تعملي، انت مش عارفه تعملي ايه، انا اللي هقولك تعملي ايه. لازم تاخدي قرار. هتقدري ترجعي؟ سهل جدا، هتقدري ترجعي. يلا يا جماعه بس ارجع على الشروط، وجلسه تقول لك ما انا كل مره بقعد الجلسه، بيكتب شروط، وفي ناس بتكتب شرط جزائي، وفي ناس بتمضي على شيكات فاضيه، وفي اسر بتتخذ اشكال كتيره لموضوع الشروط والتعهدات. حد من اهله يكون موجود، راجل مش الام بس، الام حنونه على ابنها، راجل يكون بيقول ويعمل ويجزم في الامر، ويكون في رجاله وفي من هنا ومن هنا، ونقعد علشان خاطر الخيانات، عشان خاطر الضرب، علشان خاطر ان مش كل شويه والتاني انت كذا وسنه مبرر والحاجات دي، او الاهانه اللي انت عايشاها، وياخد على نفسه التعهدات ويكتب الشروط دي، ولا الضالين امين ونمضي عليها، والشهود سلام عليكم ورجعنا. رجع الامر وانت راضيه بالكلام ده، خلاص اتصلح حاله خير، ما اتصلحش يبقى انا خدت بالاسباب، يبقى هو انت اللي خدت. ونقول له كده يعني انت اللي خدت القرار انك تهد البيت، انا رجعت اهو وناويه خير وناويه كذا وناويه كذا، لكن انت واخد قرار انك تهده لانك نقضت حتى اتفاقيات الرجال. في ساعات قلت لك لما الازواج بيحسوا فعلا ان زوجها هتمشي وهتبعد ومش هتبقى موجوده والكلام ده، بيفوق. تاني حاجه له نصح، حق النصح، يعني حق النصح والارشاد اللي انت بتعمله ده لا يرضى الله عز وجل، دي خيانه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يشرح صدره، وتتصلي تاني يا مسلمه وتقولي الدنيا اتحسنت. اللهم امين.